وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه خلق العالم، أنه خلق العالم سماواته وأرضه، أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. قال رحمه الله: واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. نعم، والسبت هذا اليوم، تلكم الأبيات التي هي لقطرب، من يذكرها؟ نعم، السبت والسبت والسبت، من يذكرها؟ نعم، السبت يوم عبد، نعم، والسبت نعل لبس. ها؟ طيب، وبقي السبت الذي هو نعم نبات له رائحة طيبة، نبات له رائحة طيبة. الشاهد السبت والسبت والسبت، السبت يوم والسبت شعر، نعم يا صاحب السبتيتين، جلد يعني ماذا، نعل لبس. والسبت بالضم نبات له رائحة. قال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة،
يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به. وفي استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، عندكم هكذا، وفي استيعاب الأيام السبعة وفيه نعم عندي وفي، وهذا يظهر المعنى أنه ناقص. وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس مرفوعا والله أعلم. وهذا فيه إشكال صحيح، يوم السبت ما في خلق، فكيف في هذا الحديث خلق الله التربة يوم السبت؟ أيضا الخلق، خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا فيه التفصيل أنه خلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس. يعني أين خلق السماوات والأرض والنجوم ويعني والأرض بعد ذلك دحاها؟ هنا كلام للحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر الحديث ثم قال: وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري وغيرهم من الحفاظ. إذن من تكلم فيه؟ علي بن المديني، وهو من علماء العلل الملقب بحية الوادي. وتكلم فيه الإمام البخاري الذي قيل فيه بازل، وقيل فيه بأنه جبل الحفظ، وتكلم فيه البيهقي ذلكم الحافظ الإمام. قال: وغيرهم من الحفاظ. الأسماء والصفات معنا. طيب، قال البخاري في التاريخ: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح، يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما كان يصطحبان ويتجالسان للحديث، فهذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد رفعه بقوله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم في متنه غرابة شديدة. فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن، لأن الأرض خلقت في أربعة أيام، ثم خلقت السماوات في يومين من دخان، وهو بخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب الماء العظيم الذي خلق الله من زبده الأرض بالقدرة العظيمة البالغة. لا يحتاج إلى دليل، الله أعلم.
قال الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما شهدنا وما أخبرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قالوا: إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين الأحد والاثنين، وخلق الأرض على حوت وهو النون. هذا ما هو صحيح، نعم هذا من الإسرائيليات، لكن الكلام على الحديث ليس معنى ذلك أنه يفتح المجال لكل أحد أن يتكلم في الصحيحين، لا، لكن هؤلاء أهل الشأن وأهل الحديث: علي بن المديني، البخاري، البيهقي، الحافظ بن كثير وجم. فهذا الحديث نعم أبو هريرة نواه عن كعب، رواه عن كعب الأحبار عن بني إسرائيل، جاء بعض الرواة وهم فجعله من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في ستة أيام. طيب، لو قرأنا في سورة فصلت في قول الله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ماذا بعدها؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها. الآية هكذا، نعيد: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. بعدها: وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. طيب، يوما وأربعة كم؟ عيسى، يوما وأربعة، تظهر يوما وأربعة ستة. ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يوم. مجموع كم؟ ثمانية، صح ولا لا؟ يومان أربعة، يومان، المجموع ثمانية. ورب العالمين جل وعلا قال في ستة أيام، كيف الجمع؟ كيف الجمع؟ عبد الرزاق، ياسر، يعني في أربعة أيام مع اليومين السابقين، هكذا؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال وقدر في أربعة أيام مع اليومين السابقين فصارت أربعة، فتقدير الأقوات في كم؟ في يومين، في يومين. ثم قضاهن سبع سماوات في يومين، المجموع ستة. بعضهم يقول: لا، هذا يخالف ظاهر القرآن. لا، ما قلته أنت بأنها ثمانية أيام هو الذي يخالف ظاهر القرآن. أين مرت معنا هذه الفائدة فيصل؟ في دفعها الاضطراب عن آية الكتاب، هذا الكتاب الطيب. طيب، قوله
خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب في ستة أيام متى يبدأ اليوم أبو عبد الله؟ اليوم من متى وإلى متى؟ هذه الليلة من المغرب، قل إلى المغرب. طيب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كيف في ستة أيام وما هنا؟ طيب الليل والنهار يعرف بماذا؟ بالشمس، الشمس والقمر، ما في الشمس ولا قمر، فكيف يقول الخالق سبحانه في ستة أيام؟ أين الأيام؟ ما في الشمس ولا قمر، فكيف قدرت الأيام؟ فهمت السؤال أو الإشكال؟ طيب فما هو الجواب؟ ها؟ جيد، لكن نريد نفهم. الآن مر معنا ابن كثير قال واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة، يعني كما في قول الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا هو المتبادر، أنه يوم كأيامنا، يوم كأيامنا. وإن لم يكن هنالك أيام فرب العالمين قدر قدر اليوم، يعني قدر اليوم. رب العالمين قادر على أن يخلقها في طرفة عين، فلماذا الستة الأيام؟ لماذا الستة الأيام؟ تمام، سبب، يعني بمعنى الله السبب، أو قال للسماوات والأرض كوني فكانت في طرفة عين، لماذا ستة أيام؟ طيب محمد، من أجل أن يعلمنا الأنا. سمعتم صنعة لم تبنى في يوم، صح ولا لا؟ لم تبنى في يوم. إذن من أجل أن يعلمنا الأنا وأن نستفيد من خلقه سبحانه وتعالى، أن الإنسان لا يستعجل ولا يعني يطلب الأمور في طرفة عين. فهذا ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في طرفة عين. طيب أضواء البيان. إذن هذا الحديث الذي رواه مسلم الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف، أو يقال وهم بعض الرواة، وقد رواه كعب الأحبار عن بني إسرائيل، ورواه أبو هريرة عنه عن بني إسرائيل، فوهم بعض الرواة ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت. نعم، ولهذا اليهود عليهم لعائن الله جعلوا يوم السبت يوما للعبادة، وقالوا بأن الله استراح، استراح يوم السبت. قال الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لغوب أي تعب. فهم كذبوا على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويثبتون في هذا اليوم السبت كما عرفنا هو القطع. لا، أنا أقصد عند هذه الآية. طيب هنا ذكر رحمه الله وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة الحاصلة أو حاصلة بيومين فقط، لأنه قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين
ثم قال في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، ثم قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتضم اليومان إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق أو خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرناه في الآية لا يصح غيره بحال، ما في إلا هذا. نعم، لا يأتي قائل ويقول لا خلقها في ثمانية أيام، لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كقوله في الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال في ستة. وكقوله تعالى في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وكقوله في قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام بأن معناه في تتمة أربعة أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية، في ثمانية أيام، لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين، فكان المجمع ثمانية أيام. هكذا ولا لا؟ لكن عرفنا بأن الأربعة مع اليومين السابقين، مع اليومين السابقين. قال وذلك لم يقل به أحد من المسلمين، لم يقل به أحد من المسلمين. والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام، فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وجعل فيها رواسي من فوقها إلى آخر، يعني الكلام أظنه واضح هكذا. نعم، أما الحديث الذي في مسلم فسمعنا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.